محاكمة سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي شابه الكثير من الغموض، فقد حكم عليه بالإعدام رفقة ثمانية آخرين، ومن الذين حكم عليهم بالإعدام بغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، وكذا عبد الله السنوسي الرئيس السابق للمخابرات. الأمم المتحدة عبرت عن انزعاجها الشديد للأحكام والعقوبات المسلطة على المسؤولين السابقين في نظام القذافي. كانت الأحكام قاسية جدا، ما كناش نتوقع أن هذه الأحكام بتصدر في حق المتهمين، وسيتم الطعن في هذا الحكم قدام المحكمة العليا. منظمة العفو الدولية أكدت أن سيف الإسلام يجهل ما كان تواجده، فهو تحت سيطرة ميليشيات، وقد ظهر آخر مرة في يونيو 2014.